والآن وقفتنا مع أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. شكرا مصطفى. إبراهيم شكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ECI، وقد أوضح مدبولي في هذا الإطار أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية والتي يتم عقدها لمتابعة موقف المنظومة والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التي من شأنها الإسهام في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. هذا وشهد الاجتماع استعراض موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023. أكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرا بالأوضاع المالية والتي يتعرض لها بنك وادي السيليكون الأمريكي، نظرا لعدم امتلاك البنوك المصرية لأي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى البنك. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن هناك فرصا كبيرة ومجالات متعددة للتعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات مشتركة لاستثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر من الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والطاقات الخضراء كالهيدروجين الأخضر. وخلال جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان وانزل نائب وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني للشؤون البرلمانية، لفت الملا إلى أن مصر بصدد إعلان استراتيجيتها الوطنية لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القريبة القادمة. من جانبه أكد ستيفان وانزل اهتمام ألمانيا بتفعيل التعاون مع مصر لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال والطاقات المستدامة كالهيدروجين. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وأغلقت على انخفاض على خلفية هبوط الأسهم العالمية بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك سيليكون الأمريكي، وذلك في مؤشر خطير. هذا وهبط المؤشر في قطر بنسبة 1.6% مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة السلبية، كما تراجع المؤشر السعودي ب0.8% رغم الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباح عام 2022 لشركة أرامكو النفطية. وكذلك تراجع مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 72%. هذا وهبط مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.7%. أعلنت السلطات الفلبينية وصول أفراد من قوات خفر السواحل اليابانية للمساعدة في جهود احتواء بقعة نفط نجمت عن غرق سفينة قبل أسبوعين. كانت سفينة شحن تحمل 800,000 لتر من الوقود الصناعي قد غرقت في 28 فبراير الماضي خلال إبحارها في ظروف قاسية قبال مقاطعة أورينتال المندورة الفلبينية. انتهت هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع محمد وأدا. أشكرك مصطفى.